مشاهدينا أهلا بكم. قانون البصمة الوراثية أو DNA قانون يهدف إلى تسهيل إجراءات جمع الأدلة للكشف عن الجرائم ومرتكبيها، إضافة إلى سرعة التعرف على أصحاب الجثث المجهولة. القانون تم إقراره من مجلسي الأمة والوزراء ودخل حيز التنفيذ منذ أشهر على كل المواطنين والمقيمين والزائرين وكل من يدخل الأراضي الكويتية. فتحت هاشتاج البصمة الوراثية، المغردون عبروا عن آرائهم المتباينة حول الموضوع. ففي الوقت الذي يرى البعض القانون انتهاكا للخصوصية، يجده البعض الآخر ضرورة ملحة في زمن تكاثر فيه الإرهاب والمزورون ومنتحلو الشخصية، وطالبوا بتطبيقه في أسرع وقت ممكن، بل وفي كافة دول الخليج. المغردون تداولوا تطمينات من الداخلية ببقاء بيانات البصمة الوراثية في سرية تامة، واستخدامها سيكون تحت ضوابط محددة. الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإدارة العامة للأدلة الجنائية قد انتهوا من تجهيز مراكز الختمة تمهيدا للبدء في استقبال المواطنين الراغبين في إصدار جوازات سفر إلكترونية، وذلك بعد أخذ البصمة الوراثية منهم في دقيقة واحدة فقط. ويتم هذا بأخذ مسحة من اللعاب لكل فرد من العائلة يرغب في استخراج جواز سفر إلكتروني، ومن ثم يتم إدخالها في قاعدة بيانات المواطنين. أصبحت حوادث وجرائم اختراق الحسابات الإلكترونية بمثابة كابوس مزعج. مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً تداولوا آلية التحقق من سلامة الحسابات الشخصي من خطر الاختراق في تطبيق فيسبوك، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: قم بالدخول إلى صفحة حسابك الشخصي في جهاز الكمبيوتر، ثم اضغط على السهم المقلوب في أعلى يمين التطبيق، اضغط على كلمة حماية أو security، واختر بعد ذلك من قائمة إعدادات كلمة أين أنت أو where you are. من خلال كلمة تحرير أو edit ستظهر لك قائمة بالمواقع الجغرافية التي تم الدخول منها على حسابك الشخصي، بالإضافة إلى ساعة وتاريخ الدخول. فإذا وجدت أي موقع مشبوه لا تقم بتسجيل الدخول منه، وعليك هنا أن تقطع كافة الاتصالات، وذلك بالضغط على إنهاء جميع النشاطات أو end all activity، ثم قم بتغيير كلمة المرور السرية الخاصة بك. ضمن الاهتمام بصقل وتنمية قدرات أفراد المجتمع، وزارة الدولة لشؤون الشباب أعلنت عبر حساباتها الإلكترونية عن بدء التقديم للدورات المتخصصة في مجال الإعلام الإلكتروني، والتي تعمل على تفعيل دور الشباب المهتم بالمجال الإعلامي بكفاءة مهنية وعلمية. ورشة التدريب تعتمد على تسخير تطبيقات الهواتف الذكية والمواقع الإلكترونية، وذلك لزيادة التوعية بوسائل التواصل الاجتماعي وتنمية مواهب الشباب للعمل بالمجال الإعلامي الإلكتروني والحملات التوعوية عبر أنشطة ودورات تدريبية أو برامج إعلامية وتثقيفية. وللمزيد من المعلومات وشروط التسجيل يرجى زيارة الموقع الإلكتروني والحسابات الإلكترونية الظاهرة على الشاشة. مشاهدينا، إلى هنا قد وصلنا إلى نهاية فقرة التواصل الاجتماعي، وننتقل بكم الآن إلى النشرة الجوية لمعرفة آخر أحوال الطقس.